تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان الدينونة الأبدية، معانيها وأبعادها، وكيف يحاسبنا الله في الآخرة عن إيماننا أم أفعالنا أم كلا الاثنين معا. وقد استضاف البرنامج المونسنيور الدكتور حنا كلداني النائب البطريركي لشؤون الإكليروس الذي فند في حديثه تعليم الكنيسة بهذا الخصوص، كما تطرق إلى موضوع هام وهو الشهادة ومفهومها في الكنيسة وكذلك مفهومها الوطني والفرق بينهما. فإلى هناك، لما بنحكي عن الدينونة بنحكي عن الملكوت الأبدي، بنحكي عن اليوم الأبدي أو كما ذكر يوم الرب. في كثير من التعابير اللي جاءت في الكتاب المقدس عن موضوع أو تسمية الدينونة، يوم الرب ويوم الدينونة والآخرة وذلك اليوم الذي إلى آخره. فبس تعرفنا في هذه الحلقة عن الدينونة والملكوت وما معناه في المسيحية. قبل ما نتكلم عن الدينونة العامة، نعم، أو دينونة الإنسان، تنقرب الفكرة لأن المشاهدين لإلي ولإلهم. الدينونة بمعنى المحاسبة والمسائلة، نعم، هي جزء من حياتك اليومية. نعم. وأنت على الأرض في نوع من الدينونة والمحاسبة مرافقة لأعمالك وإنجازاتك. نعم. إن كنت موظف شركة، موظف حكومة، إن كنت في أي مسؤولية، أنت مسؤول مرؤوس ولك ناس يرأسك. نعم. فالإنسان حتى على المستوى السياسي، نعم، في انتخابات في لبنان، نعم، فيها في مسائلة من البرلمان للحكومة وهلو مجرة. نعم. فالمسائلة بمعنى المسائلة والمتابعة واردة في الحياة اليومية. نعم. والمسائلة هي اللي بتصير في حياتنا اليومية حتى نفهم الدينونة الأخيرة. نعم. هي ليست مفاجأة، مش حكم بيجي عليك مفاجئ يعني يحكم عليك كذا أو تصنف كذا في عملك أو في مسؤولياتك. المسائلة أو المحاسبة في الحياة اليومية هي نتيجة تراكمات أعمالك ومواقفك، وتظهر وتؤطر ويقال فلان أجاد أو لم يجد العمل، نجح أو لم ينجح، وفي تقييم، وهذا موجود في الحياة اليومية. فالدينونة الأخيرة هي بين يدي الرب، وهناك اتفاق في كل الأديان أنه السيد المسيح هو دين العالمين، والذي يدين العالم هو رب العالم. في المسيحية في فكرة واضحة من خلال الكتاب المقدس ومرجعنا للكتاب المقدس عن الدينونة، وهي الدينونة بين يدي الرب هو كامل الرحمة وكامل الحق والحقيقة. نعم. أبونا في كتير يعني بتوارد لإلنا، وفي كتير من الكهنة بتركز على الأفعال وأنه لازم على الإنسان أن يكون الأفعال، والأفعال هي التي تدخلنا الملكوت. موضوع الأفعال وموضوع الإيمان، يعني بين الأفعال والإيمان، في ناس بتعمل أفعال صالحة لكن ما في إيمان عميق، وفي ناس يعني إيمان عميق لكن ما في أفعال. لكن موضوع الأعمال والإيمان ماذا يعني، شو نسبة تناسب هذا الربط إذا بدك تحطهم في ميزان؟ يعني الأفعال والإيمان بدك تحطهم توازنهم، يعني ما هي الشريحة الأكبر اللي بدها تأخذ الوزن الأكبر للحياة الأبدية؟ في الواقع الأعمال، الإيمان والأفعال هم وجهي عملة واحدة، هم حقيقة واحدة، والأعمال هي المظهر الخارجي للإيمان. نعم. فالقضية هي قضية الإيمان، والإيمان هو يمر في ثلاث مراحل. نعم. بعطيك مثل بسيط. نعم. انت احنا هلا موجودين بالاستوديو، نعم، بناء على طلب منك قبل ايام تواصلتي، نعم، معي، فمريت في مراحل حتى اصل لعندك. مريت، نعم، في مراحل. اول شيء المرحله الاولى هي مرحله التصديق العقلي، نعم، القبول العقلي. المرحله الثانيه هي الرغبه القلبيه او العاطفيه او الموافقه او السرور بهذا هذه المقابله وهذا اللقاء، نعم، مع إخواننا وأهلنا مشاهدين نورسات. المرحلة الثالثة إني جيت مشيت في السيارة وجيت لعندك وجلسنا في الاستوديو. فوصولي لمرحلة العمل، نعم، سبقها تحضير يعني. تحضير ذهني عقلي وتحضير قلبي نفسي عاطفي. نقدر نقسم هاي المراحل. الإيمان هو تصديق بالعقل المرحلة الأولى، ولكنه لا يكفي. الشياطين تؤمن، نعم، يقول ماري يعقوب، نعم.
بمعنى عند التصديق العقلي بتعرف ان الله موجود. المرحلة الثانية هي عمل بالقلب بالجنان بالعاطفة بالموقف الإنساني الموقف الروحي. والمرحلة الثالثة هي مرحلة العمل. فالعمل لا ينفصل، كل عمل بتقوم فيه، أي عمل بتقوم فيه هو يتسبق مراحل عاطفية وعقلية ذهنية. بعطيك مثل بسيط بالإنجيل، قصة الابن الضال في إنجيل لوقا فصل 15، المرحلة الأولى هي مرحلة عقلية، فرجع إلى نفسه وقال، بتكلم مع نفسه، هاي المرحلة إيه؟ الذهنية، كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلي هنا جوعا. هاي مرحلة عقلية، فحص الضمير، المعاناة الروحية، دخل سأقوم وأمضي إلى أبي وأقول له، انتقل إلى ثقة بأبي أنه يذهب إليه ويستغفر إليه ويتوب إليه. فهنا العودة إلى الآب، هاي المرحلة العاطفية أو المرحلة القلبية نسميها. وحذر ما يجب أن نقول، يا أبتي إني خاطئت إلى السماء وإليك، ولست أهلا لأن أدعى، حذر أحد أجرائك إلى آخره. فالمرحلة الأخيرة هي مرحلة العمل، قام ومضى إلى أبيه، قام بالعمل، ولكن هذا قبل ما يكون في العمل شو سبقه؟ مراحل. وكان لم يزل بعيدا فرآه أبوه فتحركت أحشاؤه أسرع لي فألقى بنفسه عليه وقبله طويلا. فالله استقبله، الله الآب هو يمثل الآب السماوي، أقام العدل والرحمة. كيف جمع معهم؟ الله القادر، الله المخلص، الله المحب للبشر. فإذا هاي المراحل الثلاثة العمل جزء منها، ولا يمكن فصل العمل عن النية بالعقل والنية بالقلب. هي مراحل متلاحقة متكاملة. والإنسان يخلص بالإيمان، بالإيمان يخلص، والمخلص يسوع المسيح بالنسبة لنا، ولكن هذا الخلاص بيسوع المسيح والخلاص بالإيمان يشمل هذه المراحل الثلاثة. هلأ في ناس، في أشخاص بكون مؤمن، عارف العقيدة، عارف الإيمان، تربى في بيت الإيمان المسيحي، بيعرف أنه عمله مرتبط بإيمانه وبرتبط بموقفه العقلي موقفه القلبي. هلأ بجزء ما تفضلت، في ناس بيعمل أعمال صالحة بس ما عنده الإيمان بالمعنى هاي، هذا مترك ذلك إلى رحمة الله وإلى محبة الله. ولكن لا يمكن فصل الإيمان عن الأعمال. وهذا ما يقوله مار يعقوب، لأن الدينونة لا رحمة فيها، ماذا ينفع يا إخوتي أن يقول أحد إنه يؤمن، هاي المرحلة العقلية، إن لم يعمل، هاي المرحلة الثالثة. أبوس الإيمان أن يخلصوا الإيمان بمعنى الإيمان العقلي، فإن كان لك فيكم أخ عريان أو أخت عريانة انقسم قوت يومهما، وقال أحد اذهبا فاستثفئا، هذا لا يكفي، يجب أن نعطيهم ما يسد حاجتهم، هذا العمل. فهذا كله عملية متكاملة. أبونا نختم في النهاية، لما نحكي عن النظرة للملكوت والإنسان، على ماذا هلأ تعطينا هيك مثلا كلمة روحية تعطيها للناس تطمنهم، ما يفكروا إنه كلهم رايحين النار على أعمال الإنسان المربوط في إيمانه مع أعماله، وربط الفكرة إنه الرب رحوم رؤوف محب، يعني مش راح يحط الكل يسلخهم في نار جهنم. لا، شوفي، أول شيء لما سألوا سيدنا يسوع المسيح عن الملكوت، قال لهم ملكوت الله قريب منكم. وبالنسبة لنا الملكوت هو يسوع المسيح، أن تكون مع الله. وفي في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا ذاهب لأعد لكم مقاما، لم يقل مكانا، مقاما. والمقام هو مكانة، المكانة هي موقع روحي. اثنين، يقول جبران خليل جبران كاتب المهجري، يقول من لا يبدأ الملكوت في حياته الدنيا لن يراه بعد الموت. حلو. نحن نعيش ملكوتنا بدءا من اليوم. بدءا من اليوم، من 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 ما أن يدخل الطفل الكنيسة بعد ولادته للعماد، هو يدخل يبدأ الملكوت. وينمو في الملكوت يدا بيد مع الكنيسة، مع الرب يسوع، مع الأم البتول، مع القديسين، يعيش في هذا الجو الإيماني اللي فيه إيمان وفيه عواطف وفيه صلاة وفيه ترنيم وفيه أعمال وفيه لترجية وفيه صلاة ذهنية وفيه تأمل بالكتاب، بعيش هذا الملكوت.
ومن هذا الملكوت الأرضي اللي بنعيش فيه في المعاناة والألم والفرح أيضا. نعم. ننتقل إلى ملكوت الرب بعد الموت. السلام. وعندما يموت إنسان ونضع له نعي في الجريدة أو على الفيسبوك. نعم. نقول انتقل فلان إلى رحمته تعالى. تعالى. انتقل إلى رحمته تعالى. نعم. طيب دخل قبل ما ينتقل لرحمته تعالى وين كان عايش؟ كان أيضا عايش في رحمته تعالى. نعم. في الجسد. في الجسد. نعم. يقول لك انتقل إلى رحمته تعالى. نعم. قبل ما ينتقل وين كان يعني؟ نعم. رحمة ربنا على الأرض. كان يلعب كرة مع مع ميسي يعني. كان في الملكوت. كان في الملكوت. بس كان في الملكوت. بالجسد. بالجسد. وانتقل. وعاش هذا الملكوت كمسيح في حضن الكنيسة. نعم. وينتقل إلى ويكمل هذا الملكوت بأبهى صوره. وهناك المسيح ينتظره. بكل طوبة الودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبة للرحماء فإنهم يرحمون. آية من قديش كلمة؟ كلمة كلمتين ثلاثة أربعة. الكلمتين الأولى عن الأرض. طوبة للرحماء هنا فاصلة هي لحظة الموت فإنهم يرحمون. وعندنا إنجيل إنجيل القديس متى لما بقول لك عن الدينون النهائية. نعم. كنت جوعانا فأطعمتموني عريانا فكسوتموني. نعم. أي الأعمال والإيمان. الإيمان واحد. نعم. فنحن ننتقل من ملكوت الكنيسة المجاهدة. نعم. الكنيسة المتألمة الكنيسة هون على الأرض ننتقل. نعم. إلى أورشليم السماوية. نعم. حيث مسكن الله والناس. نعم. فأنت لما تروح لمسكن الله والناس أنت بدأت. نعم. هذا الانتقال وأنت عايش على الأرض. نعم. والله ينتظرك ويقول في سفر الرؤيا يمسح كل دمعة من عيني. فالله هو إله حنان وإله رحمة. نعم. فلا تخافوا فلا تخافوا بل انظروا إلى الملكوت بابتسامة من الرب يسوع.